السلام عليكم حتى كاتب كيف شخص برشة تمام وجدت لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. لا تنسوا لايك واشتراك وصلت المجدية تعرف صندوق استابعوني عليها كامل. واو ليتس جو نبدأ الميمز. دكاترة في 2034. اهلا معك الدكتورة صباح، انا هعمل لك العملية اليوم. بس انتظر دقيقة. هاي تيك توكرز، اليوم هعمل عملية بس خليني احكيكم عن الاوتفيت حقي. اللاب كوت من جوتشي والسكراب من فيرساتشي. يلا يلا لازم اسيبكم عشان استخدم شات جي بي تي عشان اعمل العملية. مع السلامة. دخلت بفشل كلوي وحخرج بفشل من اهلي. نسيوا صار وقت نومي، ما لازم اعمل صوت لو شو ما صار. انا بعرف لازم استرخي، لازم صير واحد مع الدنيا. شايك سفير، شايك سفير. لا ما تقلي حكمة، اضرب وقت ممكن. حكمة خلاص حكمة. بعدك وعي يا حمار. يلا على النوم. وقتها رايد تحمل ميك. وقتها يا رايد. لب لا فيك حاول تتعلم اكثر يا رايد. والله انه ودنا نسولف معك بس نخاف تزعل. هذا بطل، هذا ما سعيد في النقاشات. الواحد المفروض ما يزعل، ياخذها بصدر رحب، كلام يطير في الهواء. وهذا راي يا حبيبي، رايك هذا وفر ولا تزيد تفتح فمك بكلمة. طيب لا تزعل. لا ما زعلت، من قال نزعل؟ لا ما زعلت، لا جعتك في العقل. لا احبه صراحة. تزوجني سيارة تايك. لا 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 مشاعر مشاعر بمشاعر مسكين عنده جفاف عافطي. محل المساج. بقول لك يا اسطى ما تبعت لي الاغنيه انت كنت مشغلها امبارح، اللي هي الاغنيه الانجليش اللي انت كنت مشغلها في العربيه امبارح دي، عشان عايز انزلها بقالي ساعتين مش عارف خالص يا اسطى. بعتها لي كده. ايوه يا اسطى، يعني اسمها ايه؟ انا هنجم. اسمها ايه برضو يا عم؟ بطل غباء كلانجل يا اسطى. انت عويت، ما انا اعرف اسمها، ما كنت نزلتها. يا عم هي بتقول، كانت بتقول ايه؟ في زا 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 في كده كبلت تا اجي رجع. هي بتقول كده ولا كلمه صح؟ اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندق 4 من 50. كفو. بس انتهينا خلاص. اسمع بقيه النتيجه. إبراهيم محمود أبو جبل 200. انت خدت 62 من 50 يا أبو جبل. نفو شف استوار. لك انت شو انت؟ من شو معجون انت؟ لك يخرب بيتك، لك يخرب بيتك من حالك، عرفان شو عم تساوي؟ شوف 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 شلعك يا خرا. شنو هذا؟ مشكلتي اني احب ابوي بس ابوي ما يحبني. طب تخيل هيك وانت قاعد فجاه يدخل عليك واحد ياخذ من مصاريك ومن وقتك من شربك من اكلك وينام عندك بالدار، حتحبه؟ اكيد لا. فما حق الصراحه. واحد فيكم يعرف الساده المشاهدين على نفسه. انا اسمي اسلام سمير عبد العزيز من محافظه الشرقيه مركز ابو محمد جامعه كليه اداب جامعه الزاويه. حسام مصطفى خضر من الشرقية، من الشرقية أبو حمد. أبو حمد جامعة الزازيق كلية أداب. كفو 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 يا هامش. كفو 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 كفو. But I think in the short distance could be me, my opinion. Yeah. And the long distance could be me as well. So. No! Yeah, Jimmy. We pick Montuka. But it's really late to be at all, صراحة. Do you think if I like try to cover it up with a cough, they wouldn't hear it? Just do it. Okay.
لا 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 شكلها مش حلوه خالص. خريصه تقولي خالص. لا 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 دي شكله من برا لكن ما فيش طعم. لا دي مش هعرف اعملها. لا 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 دي هتكلفنا كتير دي بلاش منها. فيتامين سي هعملها. ابوك رجعت علي بطاطا الصراحه. حكايات بين لحظة والتانية. أنا لو أوصف حاسس إيه هحتاج 60 سنة قدام. مفيش حاجة حاسسني معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت. طيب ما تبغى تاكل شوي ناخذ بريك؟ لا مش نروح ناكل كذا. أمي طبخ طبخ. نخلص الدرس أول بعدين نروح ناكل. أوكي؟ كوب شاي مش عايز. طيب افتح لي كده صفحة. ولا انت نايم ولا ايه؟ نايم ولا نايم؟ لا لا نايم نايم. بس كنت قاعد اتخيل انه اتخيل المسألة كنت بس اعطيني هي كنت بتخيل المسألة. طيب بالتخيل يعني افتح لي صفحة 55. دقيقة استاذ كأنه في حد دق الباب. مش سامع حاجة. بس اسمع ما فيش صوت ما فيش صوت. هذه امي شكلها. كمل كمل الساعة بس برد على امي اجي. ما عاد يجي صدقني ما عاد يجي. انا عارف ان انت مش فاهم حاجة بس حاعطيك مثال. انت اسمك ايه؟ ما يحتاج اقول اسمي يا استاذ خلاص قول المثال. قول اسمك ايه يعني ايه المشكلة؟ قول جواد. طيب اكل جواد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لكم احلى عشاء اليوم. استغفر الله العظيم يا اخي هذا يجيبني جواد. استغفر الله. اهلي نعمين في امان الله. انا الساعة 3 الفجر. انا الساعة 3 الفجر كنت قاعد اصور. على ضمان في يا شباب الشيف محمود جبن يا احرق. الطلب الاخير. استغفر العظيم. الساعة صارت واحدة شو اللي فوت يا بنت الحلال؟ لسه بدري خليك عنا ساعتين ثلاث. ايش؟ ساعتين ثلاث. ساعة واحدة شو اللي ساعتين ثلاث؟ تصير الدنيا فجر. طب ليه يلا؟ يا بنت الحلال روح اروح هسه بدي ساعة كمان لما اوصل. خلاص طب خليك عنا ساعتين ثلاث. شو اللي ساعتين ثلاث يعني ايش؟ اضل الفجر الصبح واقوم اجري جليات مع امك من مرة. يلا عادي مش غلط. شو اللي مش غلط؟ خلص فوت. كلب انتي. بس بعطيك نصيحة للي خاطب. لا تكثر الزيارة ولا تطول الزيارة عشان خطيبتك تصير تشتاق لك عشان يكون في حماس للزواج وعشان ما تكون غثيث الصراحة. شو تقول عمك قوم انت نام بدل مع خطيب صح انه يعني زوجتك بس انه ما يصير ترى لا تصير غثيث. وتحية خاصة الى جميع امهاتنا ونسائنا الحرات الطاهرات العاهرات الحرات الطاهرات. استغفر الله. إيه صدق والله صدق. تحس مخك في شيء يمشي. ما جاي استوعب جاسر. شباب ما جاي استوعب استوعبوني. هذا صفورة ثانية. شباب باخر الدقائق شباب. وإلى هنا كنا وصلنا نهاية الحلقة. لا تنسوا اللايك والاشتراك حسابتي بجد على الصندوق تتابعوني عليه كامل تتابعوني على سناب بعد إن شاء الله عجبتكم صراحة أنا عجبتني والله. فصلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومع السلامة.